تؤدي إلى كذا وكذا وكذا وكذا، وإلا فلا يحرمون نفس القيادة. وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن قيادة المرأة للسيارة حرام، ولكننا حقيقة لا نرى ما يفعله كثير من النساء، حتى النساء المستترات من كثرة الخروج من البيوت فتبقى طوال النهار خارج البيت، هذا ليس صيدا أبدا. الأصل في المرأة أن تقر في البيت، ليس الأصل أنها تكون في الشارع. الأصل في المرأة كما في الحديث الذي سمعناه أثناء النصيحة اليوم، المرأة راعية في بيت زوجها، هذا مكانها، ومسؤولة عن رعيتها. فلا نعكس ونجعل الأصل أن المرأة تخرج، هذا غلط. وكذلك نحذر أخواتنا المسلمات من التأثر بالحزبيين والحركيين الذين يعملون تنظيمات نسائية. فتجد بعض النساء السلفيات أيضا، قلنا ونحن نعمل تنظيم سلفي نسائي أيضا، الحزبية محرمة مطلقا سواء للرجال أو للنساء. فلا نعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنظيما نسائيا تقوده عائشة رضي الله عنها أو زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأنهن لهن اجتماعات نسائية خاصة. لا نعرف دليلا على هذا، لقاء الأخوات بقيادة فلانة، ما نعرف هذا. العلم للرجال والنساء، الرجل العالم يتعلم منه الرجال والنساء جميعا. لو وجدت امرأة عالمة بالشرع واحتاج الرجال إلى علمها، يجوز للرجال أن يتعلموا من هذه المرأة من وراء حجاب، كما كان الصحابة يسألون عائشة رضي الله عنها، لأنها عندها علم ليس عند غيرها، فاحتاجوا إلى علمها، فأصبحوا يسمعون منها الأحاديث من وراء حجاب، لأنها تحمل علما ليس عند الرجال. فهنا لا نفرق في مسألة التعليم بين رجال ونساء، الرجل العالم يعلم الجميع رجالا ونساء، والمرأة التي تحمل علما لا يوجد إلا عندها أيضا تعلم الجميع رجالا ونساء. صار ما في تنظيمات نسائية، تنظيمات نسائية هذه أتت من جماعة الإخوان المسلمين، أن هذا تنظيم الإخوان المسلمين وهذا تنظيم الأخوات المسلمات. هنا نشأ مصطلح اجتماع نسائي وقيادات الاجتماع، يعني على منوال ما يسمى بحرية المرأة عند الكافرين عند الكفار، أن المرأة لها حقوق ولها، ويكون هناك تنظيمات نسائية، هذا لا نعرفه في دين الله. فلا ننصح أخواتنا بكثرة الخروج من البيوت وكل يوم في مكان، اليوم عند الأخت فلانة وغدا عند الأخت علانة وبعد غد عند الأخت فلانة، وغداء إسلامي وعشاء إسلامي ورقص إسلامي، والله المستعان. لا، نحذر من هذا، نحذر من هذا. فالمرأة تقر في بيتها ولا تخرج من البيت إلا لضرورة. وحقيقة إن النساء غالبا يفسد بعضهن بعضا، هذه حقيقة واقعة في معظم البلدان للأسف، أن النساء يفسد بعضهن بعضا. فننصح أخواتنا أنها تقر في بيتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا تختلط ببقية النسوة إلا في حدود، يعني ما ينفعها ويعينها على طاعة الله. أما ضياع الأوقات في الزيارات وفي الحوافل في المكالمات الهاتفية بالساعات، هذا ليس طيبا. كل امرأة تنشغل بمسؤوليتها، تنشغل بزوجها، تنشغل بأولادها، وتنشغل ببناتها، برسالتها، حتى تستطيع أن تؤدي هذه المسؤولية. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. The answer to the question whether a woman is allowed to drive or not, the Sheikh answered by saying that there is nothing that forbids a woman from driving. Some countries forbade it to avoid corruption. After studying the matter from a social point of view, they found out that if women drive, then it would only lead to corruption, and that's why they forbade it. Otherwise, it is allowed for a Muslim, a woman, to drive. But we still say that it is forbidden for women to stay the whole day going to different places, driving and going to different places. The place for the woman is the home,
the place of the woman is her home, because as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, al-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha, that the woman is responsible over her household, and her husband and her children. Now things have been turned the other way around. You find that women are going out freely and driving, and this is not allowed. Although it is allowed for a woman to drive, it is not permissible for her to be going out freely the whole day. Also, the Sheikh says that he warns women from joining women organizations because there is no partisanship in Islam. There is no regrouping or joining partisan groups in Islam. However, organizing circles of knowledge is permissible for both men and women. If a man has knowledge, then he can teach men and women. And if women has a knowledge that men don't have it, then she is allowed to teach both women and men. We also, the Shaykh also said that he forbids women from going out a lot and spending a lot of time with other sisters and organizing so-called Islamic dinners and Islamic dancing and so on. And he said that most of the time that women themselves corrupt each other by meeting a lot, because they spend a lot of time together and they ignore their households, they ignore their husbands, and they ignore their children. And remember what, again, the advice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or the command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he says that it is better for the woman to stay at home because she is responsible over her household. She has a responsibility towards her household, her husband, and her children. السؤال يقول: ما حكم صلاة الجماعة إذا كانت المساجد تبعد بالسيارة قدر ربع ساعة أقل أو أكثر؟ هل هذه وهل هذه المسافة تسقط الوجوب؟ وهل هذه المسافة تسقط الوجوب؟ بارك الله فيكم ورعاكم. السؤال يقول: What is the ruling of praying in a jama'a if the mosque is about 15 minutes away from the home, more or less? And does this distance make it permissible not to join the jama'a in a masjid? وبارك الله فيك. الجواب: صلاة الجماعة في هذه الحالة تكون مستحبة وليست واجبة. فإن ذهب إلى المسجد وإن كان يبعد عنه بالسيارة قدر ربع ساعة فجزاه الله خيرا، هذا فضل ليس فرضا لكنه فضل. فالذي يمشي هذه المسافة بالسيارة معناه أنه قطع مسافة طويلة. وصلاة الجماعة إنما تجب إذا كان المسجد يبعد عنك مسافة، لو أذن فوق المسجد بالصوت المجرد يصل صوت المؤذن إلى بيتك، هذا هو القدر الذي به تجب الجماعة، أن تسمع الأذان لكن ما هو بالمكبر. بالمكبرات نحن الآن نسمع الأذان عبر الإذاعات من الحرم، فما معقول أنك، ليس هذا هو المراد. المراد من أنه يعني كما في الحديث: هل تسمع النداء؟ حديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى ولا أجد قائدا يلائمني، فهل لي أن أصلي في البيت؟ فرخص له أولا النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسأله عن شيء. فلما ولى قليلا دعاه ثم سأله: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي بعض رواياته: لا أجد لك رخصة. إذن هذا الرجل برغم عذره أنه أعمى ولا يجد دائما أحدا يأخذه إلى المسجد، لكن أعاده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليسأله هذا السؤال: هل تسمع الأذان؟ هل الأذان يبلغ إلى بيتك؟ إن كان الأذان يبلغ إلى بيته، والمقصود أذان المؤذنين في ذلك الوقت بالصوت المجرد، كانوا يصعدون فوق المسجد أو فوق مكان مرتفع يؤذنون بأصواتهم، وأهل العلم قدروا تقديرا يعني تقريبيا المسافة التي يبلغها الصوت المجرد، فوجدوا أنها تقريبا
يعني تساوي 2 كيلومتر يعني حول المسجد من كل جهة تقريبا هكذا 2 كيلومتر. ممكن لو كان الجو هادئا ساكنا الريح ساكنة وأذن المؤذن بصوت مجرد يمكن أن يصل الصوت إلى بعد 2 كيلومتر. إذن كأنهم قدروا أنك يعني إذا سكنت حول المسجد في دائرة مركزها المسجد ونصف قطر ونصف قطرها 2 كيلومتر يعني طول، أنك يعني يجب عليك أن تذهب إلى المسجد سواء سمعت الأذان أو لم تسمع. هذا معنى الحديث، هذا معناه أنك قريب من المسجد، يمكنك بالرجل أن تمشي 10 دقائق مثلا 5 دقائق تذهب إلى المسجد. أما المسافة المذكورة في السؤال ربع ساعة بالسيارة هذا معناه طبعا يعني 20 كيلو تقريبا هكذا أو 25 كيلو 15 كيلو على الأقل، حتى لو 10 كيلومترات يعني هذا المسافة يصعب مشيها بالرجل. فبالتالي أخونا الكريم الذي يمكنه الذهاب بالسيارة إلى المسجد نقول حكمه الاستحباب، هذا فضل ينال به الأجر والثواب، وله ضعف صلاته في البيت 27 مرة، يضاعف له الأجر والثواب 27 مرة. ولو صلى في البيت فلا إثم عليه، لو صلى بزوجه وبأولاده وببناته فلا إثم عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. The answer to the question is that for such a person whose house is 15 minutes or his home is 15 minutes away from the masjid, it is not obligatory of such a person to perform Salatul Jama'ah in the masjid. However, if the person attends Salatul Jama'ah, then it is better. It is mustahab, and the reward is 27 times better than if he prayed at home. It is permissible for such a person to stay to pray at home with his family, wife, and children. The Salatul Jama'ah is obligatory on the person who can hear the adhan without a loudspeaker, and the proof of this is when the blind man told the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam by saying that I am a blind man and I cannot always find a man or a person to take me to the masjid and bring me back. Would you allow me not to join Salatul Jama'ah? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam initially gave him permission not to join Salatul Jama'ah, but then again the Prophet sallallahu alaihi wasallam called him back and asked him, do you hear the adhan? And here they had no loudspeakers at the time. So, and the man said yes, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that then you have to attend Salatul Jama'ah, or you must attend Salatul Jama'ah. And in another narration it says that I cannot find a permission for you to not to pray in the masjid. So the ulama have defined like the distance between the home and the masjid where a person has to attend, and they said that if you live 2 kilometers from any side of the masjid, whether from the north, the south, or the east, or the west, then you, it is a distance. They figured that if the adhan was to be called without a loudspeaker on a calm day where there is no wind or tempest or anything, then that if you live 2 kilometers away from the masjid, then it is possible for you to hear the adhan without a loudspeaker, in which case it becomes obligatory on you to attend Salatul Jama'ah, whether you hear the adhan or not. أخونا عبد المنعم الفتاح إن شاء الله عنده كلمة قبل أن ننتهي. The brother عبد المنعم الفتاح has a message إن شاء الله for us before we conclude or before we finish إن شاء الله or go on with the rest of the questions. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Our brethren from the Quran and Sunnah tradition, who are inshallah going to continue on this
establishing this kind of function for all of us, for ourselves, for our student society members, and for the brethren and sisters that continue learning the Alim al-Kalam, Salaf al-Umma, Sahaba Rahmatullahi alayhi, الذين تبعوا القرآن والسنة. As you know, we are established in Canada here since 1992. And what we do so far is what's called the Knowledge Day. And as you know, tomorrow we're having a Knowledge Day tomorrow. That is the business of the Quran and Sunnah in Canada. We carry that since 1992. So tomorrow we have, as you know, this Knowledge Day at the Islamic Foundation at Markham Road in Nagar. We are part of you. We just took on ourselves to establish this for us to learn and also for all of us, inshallah, to get benefit of that. The foundation of the Quran and Sunnah Society based on three pillars. One is the Quran, second is the Sunnah, and third, the most important pillar that we would apply and understand the Quran and the Sunnah as have been understood and applied and practiced by Sahaba Rasulullah. And as we know that Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, he mentioned the best regular human being, the best human being after the Anbiya and Ar-Rusul, whom قبل رسول القلب الناس بقبل رسول الله ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. These are the best human beings after the Ar-Rusul wal Anbiya. Now, as the Shaykh said often, the Shaykh Usama, بدون صحابة بزوج الصحابة ما ندري ما الكتاب. We would know what is the book, which is really true. Who wrote to us Quran is Sahaba Rasulullah. And without the Sahaba, we would know what is the Sunnah. The Sunnah has been, the Prophet ﷺ, he said, "Khawu kama ra'aytumuni usalli." We don't see the Prophet ﷺ praying, but the Sahaba has seen him praying, and he told us how the Prophet ﷺ prayed. So without the Sahaba, we would not know what is the book, what is the Quran, what is the Sunnah. Now, we always, alhamdulillah so far, we bring a shuyukh which on the same model as our brother Usama. They are all trying to tell us how the Sahaba, Ridwanullahi alayhim, have been practiced, the Quran and the Sunnah have been practiced Islam. And also how ulama al-Ummah, like Malik Shafi'i and Abu Hanifa, have gotten benefit from their studies and their research for the Ummah. Accordingly then, as you see how we go and our line is, we like your support. We are trying to find a place that we can carry on in that place our function. Instead of always going from one place to the other, which is nothing wrong with that, but we are trying, alhamdulillah, to find a place. Some of our brethren, mashallah, they heard about this, they alhamdulillah we gave money. So they gave that money for the sake of a building for the Quran and Sunnah Society. Our brother, Abu Yunus, Jazakallahu Khairan, he designed for us this rich hall. And whatever you can give for the sake of this building, that you can have it for Quran and Sunnah Society of Canada, please do help us. We ourselves trying also to have the rich hall, and already we've built it and committed ourselves, and we'd like also you to share us with it. So we have some rich forms here now, and if you like to take one, and please
we open an account, a special account, it's a locked account. This account we took on ourselves that we don't draw any money from this account except for buying the building. When we buy the building, then we'll draw this money from that account. And this account is being taken care of by three persons. By three persons. So no one can take money from this account unless the three persons would agree with that. And this is when the Quran and Sunnah Society found the building, then we'll take the money from this account to buy the building. But this account is locked. And for any one of you, he has the right to see the statement every month. And how the statement, inshallah, by your help, is increasing and never decreasing until the day we found the building, and inshallah, then we can take the money for buying the building. And that's Allah khairan. I'm sorry to take from you that time, and I'm resigning for the sake, but there's no chance that I can tell you about this step to take this few minutes. So, if you like to pick up your copy, بارك الله فيكم وسلمكم الله. جزاك الله خير. I just want to add that if inshallah you want to have some more information, then you attend the program that the Sheikh is having tomorrow inshallah. The Sheikh is having a full program tomorrow inshallah, from the Dhuhr time until Isha, from after Dhuhr until Isha. So inshallah bring your families and bring your family and friends. And come with your questions, inshallah, and attend this important program entitled Ahammiyatu Tafaqquhi fi Deen, Importance of Being Knowledgeable in Your Deen. And this is a matter that we have all to try to benefit from, inshallah. And now, inshallah, we return to our questions. I have at least two questions here in front of me. So inshallah, as the brother is distributing the pledge forms, we can go on with the questions. A question says in Arabic, ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد لطلب العلم وجزاكم الله خيرا. What is the ruling concerning a menstruating woman who comes to the masjid to seek knowledge? الجواب لا يحل للمرأة الحائض دخول المسجد للمكث فيه، ويحل لها الدخول مرورا واجتيازا، أما القرار والمكث في المسجد فلا، لا يحل لا للحائض ولا للجنب القرار والمكث في المسجد، خلافا لقول بعض أهل العلم بالجواز، فإن الأدلة تقتضي المنع، تقتضي التحريم، ونفرق بين جواز المرور والاجتياز وبين حكم المكث والاستقرار، فإنه التحريم، فلا يحل للمرأة الحائض أن تقر في المسجد ولو كان ذلك لطلب العلم، ولو كان ذلك لطلب العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. The answer that the Sheikh gave is that it is not permissible for a menstruating woman to stay in the masjid even to seek knowledge. She's only allowed to pass through but not to stay. And the same goes for a person who is in a ceremonial, a person who is a junub, a person who needs to take a bath, a person who cannot pray until they take a bath, men and women. So although some allowed it, it is according to the proof from the according to the Islamic proof, it is not allowed for a Muslim or for a menstruating woman or for a junub to stay in a mosque even for seeking knowledge, but only to pass through. I got a note here saying, please tell the sisters to keep quiet or to keep it down. Same thing. So I ask the sisters inshallah to try to hold the, keep the children quiet inshallah, and they themselves inshallah to keep quiet.
so everybody inshallah benefits. The question is a little bit long, so I'll read it first and then I'll translate it to the Shaykh. Before I knew much about Islam, I promised my mother that I would bring her to Canada, but as for now that I have learned that it is not permissible for me to make hijrah from a Muslim land to a Kafir land, so my question is, do I have to fulfill this promise that I made to my mother since she is still waiting for me to bring her to Canada? And will I be held accountable for this? السؤال يقول أنا قبل أن أتعرف يعني قبل أن أدرس الإسلام كنت قد وعدت أمي بالمجيء بها إلى كندا لكن الآن يعني عرفت بأن لا يجوز للمسلم أن يقيم بين دورانين الكفار فالسؤال هل أفي بهذا الوعد وآتي بأمي إلى كندا أم يعني سأكون يعني مسؤولة عن يعني هذا الوعد؟ الجواب لا يلزمه الوفاء بذلك الوعد بعد أن تبين له حرمة الاستقرار في هذه البلاد، لا يلزمه، لكن قد تقتضي أحيانا المصلحة أنه يأتي بها إلى أن يجد سبيلا للخروج. قد تكون أمه وحدها وما عندها أحد يرعاها وهو لا يستطيع العودة الآن، فلا مانع أنه يأتي بها ثم بعد ذلك يخرج معها أيضا إلى بلاد الإسلام، لكن هذا بحسب الحاجة والضرورة أيضا كما سبق توضيح ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله، الله يستر، وأتينا أول قيمة من المبلغ إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. الحمد لله. The answer to the question is that you do not have to fulfill this promise after you have found out that it is not permissible for a Muslim to live in the lands of the disbelievers. However, if it is done out of necessity, for example, let's say that your mother lives by her own and you live here with the intention to go back to your Muslim land, then in such a case, then it is permissible for a person, a Muslim living in the lands of the kuffar, to bring his mother who is living by herself, and then when he is ready, then he can go back home with his mother to the Muslim land. If a da'i is warned against by the people of knowledge, is it necessary to verify the da'i's errors from him personally, or is it enough to know that he has made mistakes? جزاكم الله خيرا. السؤال يقول إذا كان هناك داعية قد حذر من أهل من طرف أهل العلم، هل يعني يجب علينا التحري من عنده شخصيا أم يكفينا معرفة أنه يعني عنده أخطاء؟ وجزاكم الله خيرا. يقول سائل لو أن أهل العلم حذروا من أحد الدعاة فهل يلزمنا الرجوع إليه لنسأله عن أخطائه أم يكفي تحذير العلماء من ذلك؟ يكفي تحذير العلماء، وما يمكن أن هذا الإنسان الذي عنده أخطاء حذر العلماء منها أنه سيقول لك نعم أنا عندي أخطاء حذر العلماء منها فيجب أن تحذر مني، لن يقول لك هذا أبدا، فما فائدة الرجوع إليه إلا أنك فقط يعني تلبس الأمور على نفسك. فإذا كان أهل العلم المعتبرون قد حذروا من بعض المشتغلين بالدعوة لأخطائهم، فهنا ينبغي أن تستجيب لنصحهم وأن تأخذ بعلمهم، والله تعالى أعلى وأعلم. The answer to the question is that if the people of knowledge warn against a certain person, then it is not necessary to go back to that person and ask them whether they have made those mistakes, because you just make it hard on yourself. Plus, if you ask the person whether he made those errors, then of course they are going to tell you that they are not erring. So as long as the people of knowledge warn and they say their saying against the person, then that's enough.
the question goes, I am a sister who just started to wear the niqab and I don't have any mahram. I have to go to work in order to support my family and I have to work for the kuffar. What advice can you give me? السائلة تقول أنا أخت يعني بدأت أرتدي النقاب يعني مؤخرا وليس لدي محرم ويجب علي أن أشتغل لكي يعني أعول أسرتي وشغلي هذا يعني شغلها عند هي تشتغل عند الكفار فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا الجواب أن مثل هذه معذورة والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والضرورة تبيح المحظورة ولكن عليها أن تتقي الله ما استطاعت